وتظاهرنا احتجينا وتظاهرنا ضد التدعيش احتجينا محاكمات دينية حكومة راكي مسؤولة ويا الدولة عطيتي فرصة ولتواعش يهدونا عيدوا الفصول الرجعية إلى وطن الحرية بالنسبة للفصل 222 من القانون الجنائي اليوم الذي أعلنا رفضنا التام والكامل ولا مشروط له، إنما هو شرعنة مباشرة لممارسة إرهاب الشارع الذي تعاني منه أو من ويلاته أقطار أخرى. يريد إخواني المغرب وإسلاموي المغرب وداعشي المغرب أن نعيش بلا أمن ولا سلام واعتداءات متتالية وترهيب يومي للمواطنين كما تعيشه كما قلت الأقدار الأخرى. وأن ما دام أن إفطار العلني في رمضان سلوك مجرم قانونيا، أي الذي يمارس هذا السلوك فهو مجرم لدى القانون مباشرة، فأي مواطن بإمكانه وله الحق أن يرفض هذا السلوك ويعتدي على من يمارسه. بالتالي احنا هنايا نعطي الشرعية للجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا تحترم القوانين الإنسانية. واش دولتنا؟ بغينا نسول ونحاور السؤال والدولة تجاوبني على هذا السؤال. واش المغرب دولة المسلمين أو أن المغرب دولة المغاربة؟ راه سؤال خاص الدولة أنها تجاوب عليه. نرفض رفضا تاما أن تتم دعشنة المجتمع المغربي. فهاد المضايقات التي تطال المواطنين أنه تيجي واحد ما عارفش ليه في نص الرواطة تيهز عليك سيف ولا تيوقف عليك ولا تيدفع عليك الدار ديالك وتيقول لك راك تقوم بسلوك ينافي الدين والاخلاق، واش شغلك؟ من تكون؟ واش انت ممثل ديال الله على الارض؟ ما كاينش. الحكومه راهي مسؤوله مضايقات ارهابيه والمحاكم تفتيشيه ونقول اليوم الشارع العام اننا احنا علمانيون، والعلمانية ما تتعنيش الإلحاد ولا اليهودية ولا الإسلام. العلمانية تنعتبرها احنا داخل الحركة هي السبيل الوحيد نحو تطور المجتمع، وباعتبار العلمانية هي نظام سياسي فكري يحمي جميع الأديان. معناه النظام السياسي الوحيد الذي يحمي الأديان إنما هو العلمانية، وأن التصرفات اليوم ديال الدولة إنما هي تصرفات منفرة، تصرفات إرهابية.